اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن ريليشن شيب، وهجاوب على سؤال مهم جدا، هو ازاي اعرف او ازاي اتاكد لو انا في بدايه علاقه مع حد او بدايه اعجاب. يعني انا في شخص انا قابلته معجبه بيه، مثلا قابلته في شغل، قابلته صاحبي قريب من، يعني صاحبي انا صديق ليا، وعايز اعرف هو هل هو الشخص ده متاح عاطفيا ولا لا. يعني متاح عاطفيا يعني ممكن ارتبط بيه ولا لا، يعني او ممكن يبقى فيه قصه حب ما بيننا ولا لا. كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتفرج على فين، انتوا برج ايه. طيب، يبقى انا دلوقتي في حاجات علامات او اشارات بتخليني اتاكد ان الشخص اللي انا بتعامل معاه دوت متاح عاطفيا، يعني ممكن يبقى في قصه حب ما بيننا، او ممكن نبقى مع بعض، او ممكن يبقى يعني نبدا نحب بعض ولا لا. ايه هي العلامات دي؟ طيب، اول حاجه ردود افعاله. ردود افعاله ازاي؟ يعني انا دايما انا كراجل او كست لما ببقى معجب بحد ببقى انيشيت كولز، يعني ممكن تلاقيني ابدا اتصل بيه، ببعت له مسجز، ببعت له، يعني بحاول ان انا انيشيت كوميونيكيشن. الشخص ده رد فعله بيكون ازاي لما انا ابدا اتواصل معاه او ابدا اتعامل معاه او ابدا انيشيت كوميونيكيشن معاه؟ هل هو بيتجاوب مثلا، بيرد عليا على قد السؤال مثلا، ولا هو بياخد ويدي معايا؟ يعني مثلا اقول له ازيك اخبارك ايه. لو الشخص ده مش متاح عاطفيا، وهنقول هو ليه ممكن ما يكونش متاح عاطفيا دلوقتي، هيعمل ايه؟ يقول لي الحمد لله بس. ده معناه ان الشخص ده مش عايز يأوبن كوميونيكيشن شانلز ما بيننا، مش عايز يبقى فيه خطوط اتصالات ما بيننا، لان هو جاوب على قد السؤال وحط نقطه. النقطه دي معناها ان خلاص انا مش عايزه اكمل في المحادثه دي. انت سالت سؤال مثلا، انت كنت بتتلكك عشان تساله السؤال ده مثلا، وقلت له سؤال او هو رد عليك على قد السؤال وسكت، يبقى ده معناه ان الشخص ده مش عايز يكمل المحادثه، هو قفل الحوار او قفل الكلام على نقطه معينه. اوكي، طيب، فدي علامه ان هو بيقفل الكلام. يعني الشخص ده مش متاح عاطفيا، يعني ايه؟ ما بياخدش ويدي، يعني مش بيفتح كوميونيكيشن، مش بيفتح كلام، لا هو بيقفل الكلام او كونفرسيشن عند حته معينه وشكرا. اوكي، فدي نقطه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها، الكوميونيكيشن بتاعته عامله ازاي. ده انا قاعده رقم واحد. قاعده رقم اتنين، اوكي، ان الشخص ده هو بيفضل ثابت مكانه. يعني انا اللي بفضل، انا معجبه بيه او انا بكرش عليه او انا عندي فيلينجز ناحيته، هو بيفضل ثابت وانا اللي بفضل اقرب، هو ثابت ولا بيقرب ولا يعني، او ممكن كمان يرجع لورا. فالشخص ده يعني ايه؟ انا بفضل اقرب وهو واقف مكانه مثبت نفسه على الارض، ما بيعملش اي اكشن جديده او ما بيعملش اي اكشن اكسترا. اوكي، فده معناها برضو الشخص ده نوت ان او غير متاح عاطفيا. طيب، تالت حاجة، ان انا ما اجي اسأله اسئلة بيرسونال مش بيجاوب عليها او بيتهرب من اجابة. يعني ممكن اسأله ايه؟ اسئلة كتير هو مش عايز يرد، مش interested يرد، مش بيحكي كتير عن نفسه، مش بيسألني كتير، يعني بيبقى كلامي معاه انا اللي دايما بقى نشيت الكل، وهو بيرد على قد السؤال اجابة على قد السؤال وبيحط نقطة ويسكت. ده معناها ان الشخص ده غير مهتم. يا بنات، كمان بالذات البنات، عشان السؤال ده بتسألوه كتير جدا. لان ليه بقى؟ لان هو خلاص بيقفل المحادثه، هو مش عايز يكمل كلام. اما لو الشخص ده مهتم هيبدا هو اللي كمان، يعني ده غير ان هو هيبدا يهتم بيكي او هيبدا يتكلم معاكي، لا لما تيجي تسالي سؤال هيجاوب بتفاصيل كتيره ويرجع يرد عليكي ويقول لك وانت عامله ايه واخبارك ايه، هيرد عليكي بسؤال عشان هو عايز الكونفرسيشن تو جو اون او تستمر. فدي علامة مهمة جدا جدا في المحادثة، سواء في الشات او في الكلام في التليفون او في اي حاجة. هل الشخص ده بيكمل المحادثة معاك على الكول او على التليفون او على الكونفرزيشن لفترة معينة، ولا بيجي في مرحلة معينة ويقفلها؟ دي بوينت مهمة جدا جدا. لو بيقفلها عند مرحلة معينة عشان هو خلاص مش انترستد، يعني مش مهتم، ساعتها المفروض ان احنا نعمل باك اوف، يعني نرجع لورا بقى ونبدا نتفرج على الصوره الاكبر. للاسف لما احنا بنكون معجبين بحد او في حد في حياتنا او في حد احنا عايزين اتراكت، مش بنبقى مركزين في التفاصيل قوي. يعني لو انت حكيتي لواحده صاحبتك او انت حكيت لحد من صحابك من بره، هيبقى حاسس بالقصه اكتر. ليه؟ لان دايما الشخص اللي بيتفرج من بره غير الشخص اللي قاعد جوه القصه. لان انت لما بتكون جوه قصه الحب كده في مشاعر، انت بتبقى مش مركز قوي، لان قلبك او مشاعرك او عاطفك هي اللي بتحركك. اما الناس اللي هي بتبقى بره بيبقوا شايفين الصوره صح،
فدي نقطة مهمة جدا جدا يعني، يعني لو انت ركزت في العلامات دي هتلاقيها موجود. طب ليه شخص ممكن ما يكونش متاح عاطفيا؟ عندنا سببين. اول حاجة لان انت مش عاجبه، يعني انت مش التايب بتاعه، ولا انت الشخص اللي بيشده، ويعني مفيش كيمستري ما بينكو، وشايف ان هو يعني او هو غير متاح ان هو مرتبط اصلا بحد تاني. طب الشخص ده مش مرتبط، خلاص هو مش مرتبط، مش متجوز، مش خاطب، مش مخطوبة، مش متجوزة، مش مفيش حد في حياتها. ليه ايه اللي يخليه مش انت لينا او مش انترستد لينا؟ زي ما قلت ان هو هيبقى احنا مش الستايل بتاعه، او احنا مش التايب اللي بيعجبه، او احنا مش مفيش مش عاجبينه خلاص. يعني هو مفيش كيمستري، مفيش كيمياء ما بيننا، مفيش اهتمام، مفيش انجذاب ناحيتنا. دي قاعده رقم واحد. قاعده رقم اتنين، الشخص ده يكون ظروفه دلوقتي مش سامحه، معهوش فلوس، عنده دراسه، عنده مشاغل، عنده ظروف عائليه، عنده ظروف الشغل، عنده مشغول. دي حاجه ممكن تخلي الشخص مش متجاوب قوي معانا، بس هو مش رافض الموضوع. يعني تبقى حته الظروف اللي بره دي، يعني هو مش معترض عليك كشخص، بس الظروف هي اللي مش سامحه، فهو مش عارف يعني يعمل ابجريد او يطور او يديفلوب العلاقه، لان هو شايف ان ملهاش فيوتشر في المرحله الحاليه اللي احنا فيها. اوكي، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان هو الشخص ده يكون مثلا محتار، يعني يكون مثلا لسه منفصل عن حد، لسه طالع من ريليشن شيب، فبيبقى مش ان قوي ان هو يدخل في ريليشن شيب جديده. يعني لسه سايب حد مثلا، لسه منفصل عن حد، فبيبقى مش انترستد خالص ان هو يتعرف على حد جديد او يتكلم معاه. اوكي، دي الاسباب اللي ممكن تخلي حد شخص مش متاح روحيا او عاطفيا بالنسبه لك. اوكي، طيب انا لو اكتشفت كده اعمل ايه؟ حاجه واحده بس، لو انا اكتشفت الشخص ده مش انتو مي او مش متاح عاطفيا، بلاش اقعد ازن والح واتحايل عليه والنبي واديني فرصه، طب حاول تسمعني، طب ما نتكلم مع بعض، طب نخرج، طب 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 طب. انا عملت دراسات كثيره قوي، البنت اللي بتعمل كده مع اي حد بي بي بيمشي حتى لو هي عاجباه شويه. فبلاش او الراجل كمان، يعني خلاص انت لقيتها قافله منك، ارجع لورا، ارجع لورا اتفرج. هل هي ممكن تقعد تدور في دفاترها القديمه كده في لحظه وتحس ايه ده، ان هي انت كنت كويس، طب هي رفضتك ليه، او هي ليه ما عجبتش بيك، فترجع تاني تتكلم معاك. انا بتكلم راجل وست على فكره، الفيديو ده مش موجه للرجاله بس، موجه للرجاله وستات. يبقى انا لو حصل ولقيت البلوك من الشخص ده، بلوك نفسي يعني او بلوك حسي من الشخص ده، ما اقعدش ابقى قاعده بقى ايه بجري 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 وبحاول معاه، خلاص ارجع لورا. اوكي، طيب ايه كمان الحاجات اللي بتدل ان الشخص ده مش متاح عاطفيا؟ ان هو مش بيهتم بتفاصيل. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون شخص ذوق ازاي؟ يعني انا مثلا بكلمه، انا كلمته، هو مش هيبقى ليه ذوق مثلا، فبيرد عليا ذوقيا. اوكي، يعني الشخص ده بيرد ذوقيا بس، هو مش بياخد ويدي في الكلام. يعني ايه؟ يعني هو ذوقيا بيرد عليا بذوق، انا برغي، هو مش يعني بيسمع بذوق برضه. اما هو مش مهتم، تحس ان هو مش مهتم. يعني ممكن تحصل لك ظروف مثلا، مش هتلاقيه بيجري عليك عشان يسال عليك ولا يشوف ايه اللي حصل لك ولا ايه المشكله اللي عندك. لا خالص، هو هيبقى مش مهتم نهائي ومش في دماغه، وهو عادي. يعني انت مش فارق معاه، انت هتبقى مش فارق معاه وهتحس ان انت مش فارق معاه. طب الشخص اللي بيبقى عنده ظروف بيعمل ايه بقى؟ هو مش بيقفل الموضوع، هو بيسمع بس ما بيديش رياكشن، مش بيدي رد فعل. يعني هو مش موافق ومش معترض، هو في النص كده، عارفين الرقص عسلم، هو الشخص ده رقص عسلم زي الرقص عسلم كده، ولا هو معترض لان هو مثلا انت ممكن تكون عاجبه، او ان انت هو مش 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 رافضك انت كشخص، بس رافض العلاقه دي في الوقت دي ده والظروف ده. فتلاقيه واقف كده، هو مش بيتقدم بس مش بيرجع، يعني هو واقف في النص كده، ولا هو بيطلع لقدام ولا هو بيرجع لورا، فهو مثبت العلاقه. فتلاقيك انت اللي بتدي وهو متفرج، او ان هو بيسمع اكتر. يعني ايه؟ هتلاقوه مش بيتكلم كتير، بيسمع. تلاقيك انت اللي في conversation، افتح conversation بتاعت الشخص ده، هتلاقيك انت اللي عمال تتكلم، هو بيرد عليك بكلمة او كلمتين. هو مش معترض عليك، بس هو في نفس الوقت مش هيموت عليك ولا هو منبهر بيك، فهو ايه في النص، او بيختبرك، او بيشوف كده ممكن العلاقة توصل لحد فين. اعتقد ان انا جاوبت على سؤال، لان السؤال ده بتسأله من بنات كتير جدا، هل الشخص ده انتو مي ولا لا، او انا معجبة بحد عايز اعرف هو حاسس بحاجة ولا لا. ركزوا في ردود افعاله، في الشاتنج، في المكالمات، في الرياكشنز بتاعته لما بي 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 فولو اب معاكو ولا لا. الموضوع بسيط جدا جدا.
بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا على انستغرام وعلى الفيسبوك، تقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه. شكرا، باي باي، مع السلامه.